ونقول يا الغراب مالتنا مو صادقه وهذا لسه تري يشتغل ولا الغراب تشتغل وهذا الشريان هسه اذا ينضرب دا تشوفوا ايش كبره للشريان شلون دا يبوظ وهذا الفكري كل شيء ماكو اي راح هاي احنا صار لنا ثلاث ارباع ساعه بين تحضير الجهاز بين ما ادري شنو بين كاميرا ما تشتغل بين يعني يا اخوان الى متى راح يظل هذا الحال الى متى هذا السيستيك ارتري هذا من على جوه هذا المكان بين السيستيك داكتر الارتري هذا السيستيك ارتري هذا الرايت فيباتيك ارتري هذا الرايت فيباتيك ارتري شوفوا ايش كبره وشلون مغطي هاي المعده ويريدون الناس خطيه لانه ما عندهم هذه الغراض ما تقفل وحقها الناس حقها الناس بس هذا شوفوا هذا الشريان الكبدي داخل بنص المراره شريان هذا الشريان الكبدي الاساسي وطالع من عند فرع داخل النص المراره وهذه قناه المراره هاي بس على مود تشوفون الواحد شلون يشتغل هيجي اشياء بهيجي غرف يعني اكو 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 فد شيء من ضمير بهذا الموضوع اكو شيء من ضمير بهذا الموضوع انه الواحد ها هسه بس اريد احرر هذه جهاز جهاز الفوتري مالتي راح تحترق المال شنو هذا الصوت زين هذا وحده بالاضافه لهذا يعني على مود تشوفون فطن ما يعشق فهذا مود اشتغل به لازم ازمه هيجي وازمه هيجي على مود يوصل هذه الغراض اللي واحد يشتغل بها بني ادم هذه الغراض اللي واحد يشتغل بها بني ادم